اخوان السلام عليكم. الناس اللي عندهم المشكل ديال هاد تشيك انجين هاد البولاد الموتور، هاد المشكل يا سيدنا داوي تبع الطوموبيل ديال ليسانس، الطوموبيل ديال ليسانس. هادي الطوموبيل من نوع بيجو 206. المهم سبت ناس كدير المعلم كدير تريسيان تقلب هاد الديغنوستيك، اللي يقول لي لا سوند، اللي يقول لي سميتو فلتر ديال الريح، كل واش يقول لي هاد الاخوان. هادي كاين شي طوموبيل كتطلع فيهم، هي غالبا في 206 كتطلع من البوبينه ولا من سميتو اولا من سميتو من لاسونت، لاسونت افال دوزيام، لاسونت دوزيام سونت. كاين جوج، كاين وحده الفوق كاين وحده لتحت. من بعد وحده كتجي دوريجين، كتجي محيه، كتجي محيده من الكابتور تاعها، كتجي محيد، كتجي محيد. ومن بعد انسان كيحيد الكوز اللي بعدا كيردو ولا شي حاجه، كتشعل كتبقى شاعله ديما شاعله، كيعيا ما كيخليك يمشي بها والو. انا باش طفيتها سمح لي نوريكم. ها الاخوان باش طفيتها، هادي لا بروميير سوند، هادي الاولى هي هادي، هي هادي كتكون راكبه فيها ديما، هادي كانت فيها. الثانيه هي اللي ركبت انايا، هاي هادي زدت انايا، كانت دوريجين كانت منحيه، كانت محايده، ولكن بلاصتها كاينه لتحت. ها هي غتبان لكم بلاصتها لتحت، سمحوا لي نشوفكم، راهي تحت الفلتر. ها هي بلاصتها، ها هي هاديك راهي ملي ركبتها وطفى لا سوند. الاخوان بزاف ناس كطيحوا في هذا المشكل، هذا غالبا تكون مع الدوزيام سوند اللي كتبقى شاعله، كيبدل هذا لا سوند هذه، تقول لي تيسان بدلها، كيبدلها وتبقى نفس المشكل، كتطفى البوله كيدوز واحد النهار ولا يومين ولا ساعه كاع من بعد، الى ضاربه بزاف كتعاود تشعل عاوتاني. المهم المشكل تكون غير مع هذا لا سوند هذه اولا من البوبينه، وهذه غالبا كتكون كاشكليونتي. غندير لكم فيديو اخر ان شاء الله على البوبينه، شنو هما المشاكل ديالها، تكون عاوتاني مشكل مع الفلتر ديال الماد الفال، ماد الفلتر ديال الريح، هذا سميتو هذا ستارتر تا هو كيديرها. المهم غالبا هاد المشكل تكون مع هاد لا سوند هادي، هاي من هاد لا سوند هادي كتكون دورتي، كتكون هي محيده، كتكون حتى في دول اخرى بحال فرنسا بحال داكشي عندهم مشكل ديال دبد راسها ديال هاديك ديال كاتاليزور ديال البيئه وداك التخربيق. حنا في المغرب ما كاينش الميموار، كتقرا بلي راه فيها مشكل، كتقرا الميموار هادي كتقرا هادي بلي فيها المشكل، وهي غير هي دورتي كتجي البوله طافيه من لا ميزور، كي من بعد الانسان كي كحد كوز اللي بعد ولا كيصوب شي حاجه في الطوموبيل كتشعل من بعد. المهم هادشي اللي كاين، عندي لكم فيديو اخر ان شاء الله على البوبينه وعلى المشاكل ديالها وعلى البواجه وعلى هادشي كامل ان شاء الله. الله يسخر.